ان شاء الله. فهم مولود احكي لنا حكايتك اخويا. المهم من الجزائر الى فرنسا الى سويسرا. بسم الله يفتح يرزق. السلام عليكم اخوان المتفرجين المستمعين، صحار رمضانكم وصحار فطوركم، كل عام انتم بخير. نحكي لكم شويه قصه التجربه تاعنا تاع الغربه هذه، كيف جات وكيف حتى كتب ربي وكيف حتى انا ما كنتش يعني كانت في راسي الغربه من بكري خلاص. بنت عمتي اللي دارتها لي عندها البنات في فرنسا ومنها قالت لي نديك نطلعك. ايوا بقات عام يجيب عام، عام يجيب عام، عام يجيب عام، حتى وليت 36 سنه ولا 35 سنه. ايوا قلت لك عمر من نهار الاول ملي كنت صغير وهي تقول لي، ملي كنت صغير وهي تقول لي نديك نديك كل عام، تقول لي اوا السنه ندير لك بيرجمون، السنه نبعث لك الاخر السنه. ايوا ما كنت كاري واحد الكيوسك عند واحد ما نعرفوش، ومن بعد تعرفنا ولينا صحابه منه منيه. يا جاني في 2021، وي 2021 جاني قال لي في الصيف، بدا ديماري الصيف قال لي واش كنروحوا نتغربوا. قلت له راني هنا، الكلمه الاولى مع قال لي رجعت، قلت له راني هنا باسكو سقسى بزاف صحابه غير اللي يقول له هي هي هاك تعرف البلاد مو في الشيلين ومنا. هيا انا عندي باسبور، هو ديجا دفعته خدم الباسبور تاعو، جريت معاه خدم الباسبور تاعو. اي زدت رحت ديريكت معاك من جاب الباسبور تاعو، ريزرفيت ريزرفيت انا البي تاعي، رحت للمطار ريزرفيت البي ب 3 ملايين و270 واقيلا، لا 3 ملايين و250 غالي برك لتركيا. واحد اليومين ولا ثلاث ايام زدت ديته هو، اي راح زد ريزرفا الله ربي يعمل لو 27 لو 27 نقول لك جويي ما نقول لك جوان. توكلنا على ربي، كان ثم كان ثم كورونا ما كانش لي فول، وقيلا برومي فول دي مارينا كيما يقولوا، ما نعرف مانيش سير. دي مارينا دي مارينا رحنا للترك، نزلنا هاك تعرف شويه تصاور شويه منا شويه منا، ما كانش لي ما كرينا واحد شومبرا هكا شومبرا في اوتيل واحد يومين نهار الثالث وقيلا، عطيناها الشبايك من البلاد، وكنا حنا نتفرجوا في الفيديوهات وصاحبي يدير هو تقريب لي مبازي بزاف، هو اللي دار الماب سميه هذاك اللي نمشيو به الخريطه باش تفهموها بالعاميه. وجدنا النقاط وجدنا كلش، نهار تروازيام مشينا للشباك يديرنا تعيط، ركبنا في الترونسبور. المهم جبنا نهار باش وصلنا، وصلنا في الليل. سمحوا لي بونسوار. ايا وصلنا الشباك رايحين نرجفو، رايحين نرجفو نرجفو هك، كاين هذوك الاكراد هذوك اللي كريسيو في الطريق جاو هضروا معانا شويه وما حلبناهمش، فتنا ديريكت اي تيستيو تراش في الحمام. وصلنا للشباك في الليل جو، ما نكذبش عليك. المهم طاحت الظلمه 10 11 حاجه كيما هكا، طبونكينا شويه درقنا شويه، وتفوت علينا واحد الكوطه ما نعرف عسكر ما نعرف حراقه كيما حنا. رقدنا كانت حرثة هذاك الوقت، عطينا برقده يا اخي فات هنا الدعوه، قربنا للشباك رقدنا البال ورقدنا رقدنا رقدنا نشوفوا الدعوه هانيه. فات وقيلا كات كات تاع العسكر كيفات التريبيا، يعطيناها الشباك. شباك اسمح لي عذاب باش تطلع لفوق، ما كانش وين تحط يديك ولا باش تحكم ولا اسمك شغل تسلق بيديك ورجليك يتكركرو. ميزيريا بالذراع في ميزيريا فيها واحد 3 مترات ونص 4 مترات. ايا احنا واحد شغل قش هكا كتانه ولا زاوره ولا وشي ولا ما شفيت هذاك الوقت، طيشناها فوق الشباك باسكو بربوري من الفوق السلك هذاك المشوك. ايا نقزنا طيشنا لي ساكودو طيشنا رواحنا ونعطيوها نجريو، يجري 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 يجري، لازم كي تفوت الشباك لازم تجري بعد على الحدود اون سي جامي. جرينا جرينا مشينا
مشينا شويه وطبونكينا عاودنا رقدنا شويه لوكوزينا الصباح مشينا حكمنا الطريق مشينا الخطره الاولى مشينا حتى الكومونتيني واحد الواد هكا ما نفوتوش نفوتوه ما نفوتوش خلي طيح الظلمه ما نفوتوش وما عندناش طريق غير ابار الفيلاج هذاك نفوتو على الواد وندخلو للفيلاج هذاك نحينا صبابتنا هزينا شويه السراول ايوا فتنا الواد حنا طلعنا قد لبسنا الصبابط ونشوفو الدوله جايه ورانا حاكمونا نحاولنا كلش زياد دراهم زي نحاولنا كلش وما فهمش القش نحاولنا غير دراهم وكل شيء دراهم خبيناهم بقاو غير دراهم خبيناهم والله ما شفت قد هزينا هذاك الوقت واحد 200 اورو ولا 300 ولا خبيناهم في لي بوكسر حاشاك مو حاشا السامعين خبيناهم طريت ريبيا ما جاب ربي ما داوهم لناش هيا بيتونا في واحد السيلونه هكا يا لطيف الله لا يشوف فيها مؤمن يحفظ على شكل وسخ والاخر كارثه عظمى غدوه هذيك رجعونا الصباح طيشونا للواد ركبونا في لي بالام رجعونا للواد رجعونا للطرق الطرق هزينا طاكسي رحنا للدار كرينا واحد الدار ريحنا نخدموا واحد شهرين ثلاثه نعاودوا نضربوا شهرين ثلاثه نضربوا شهرين ثلاثه نضربوا نلموا روحنا شويه نعطيوها ضربنا على اليونان نورمالمون اربع خطرات مشينا خطره في جونفي ولا لافان ديسمبر واحد البرد كانوا جاو زوج من البلاد عيطوا لنا زوج من البلاد قالوا رانا جايين ومنا ونمشي ورانا هنا ومنا يا اخي الاول اللي كان يهدر وندير وصل للشبايك صوته هو الاول طلعني يا مولود طلعته كتافي كسرهم لي باسكو لي ساكودو تقالو منا باش طلعوا الشباك هذاك عيا يطلع طلعته كتافي كسرهم لي مع طلع ديريكت وينقز عطاها 5000 عيا يشوفوا حتى واحد بقينا في ثلاثه فتنا صاحبو زعيم باطل يا اخي مشينا واحد اليومين ولا وطاحت علينا الشتاء بزاف ريحنا في واحد لقينا واحد البراكه صغيره تاع فوراج بير تاع الماء يومين وحنا قاعدين الشتاء ما باش تحبس سوفرينا يومين سوفرونس هيا ما عندك مشينا شويه شدونا حكمونا ب وما عندهم بلي جيمال تاع الظلمه هذوك يشوفوك خضر ولا يشوفوك ما عرفش كيف يشوفوك لا كولار عطيناها رقدنا على حافه الطريق ونشوفو فيهم قراو عندنا قد ضربوا فينا الضو طلعونا عاودوا رجعونا ايسونسيال ربع خطرات وحنا نضربوا كيما هكا كي روحنا زدنا ريحنا شويه بدا يطلع علينا 13 شهر وحنا في الطرق بدا يطلع علينا بدا تطلع السخان بدا يدخل الصيف قال لي صاحبي واحد النهار صباح ربي قال لي يا اليوم راح نمشيوا الله يرحمني راه قال لي اليوم ندخلوا بلغاريا درنا واش قالنا هو مشينا بلغاريا 3 ايام حنا نمشيو في الطرق ما بغاوش يهزونا في الطرق ثاني ما يهزوكش بلا باسبور واش قالوا لنا تهضر معايا يقول لك 200 دولار باش نديك الحدود طاكسيات اي 200 دولار حنا رانا جايين 200 دولار نروحوا بها حتى نوصلوا لا غير فرنسا 200 دولار ماناش سواره نقولوا لهم غير ماناش سواره ماناش دراهم فقاره مالك السواره هما اللي يخلصوا بزاف على هذيك مولفوهم هيا 3 ايام وحنا الاخر هزنا مسكين واحد السيمي رومورك مسكين هزنا قدمنا شويه المهم وصلنا الشباك جوه الربعه تاع العشيه الحدود تاع بلغاريا الربعه تاع العشيه كما قلنا الحساب اللي حسبناه قد الربعه هما الربعه الخمسه ما بين الربعه الخمسه يتبدلوا الحراسه تما يروحوا يطولوا باش يعاودوا يرجعوا شاف صاحبي يقدم للشباك شاف ما كان والو منا ديجا الله اعلم ما صوتيناش هذاك كان مقطع فتنا من تحت الله ربي يعان هيا فتنا مشينا واحد الزوج كيلو حنا نجريو نلقاو القش تاع الحراق هذوك اللي يحكمون تما قدام الشباكه وقلوبنا في يخبط في 600 ما كانش احساس شعور كيما هذيك اللقطه هذيك باسكو بلغاريا عندهم الكلاب يحرشوا عليهم الكلاب ياكلك نورمال ويضحك عليك يضحكوا على الناس
شفنا ناس داروا فيهم حالة الكلاب هنا يا لطيف. اي احنا جاب ربي مشينا شوية قلت لك بعد زوج كيلو رقدنا رقدنا فرشنا رقدنا حتى للصباح جوي 8 ولا 9. بلغاريا بلغاريا مشي في النهار وفي الليل رقد. اليونان العكس. ايا قلت لك مع نوضنا بدينا نوجدو في رواحنا نشوفو في كوطة تاع حراقة واحد 7 ولا 8. جا عندنا واحد منهم جا واحد مغربي قلنا واش الطريق وقلنا له الطريق رانا هنا ورانا انا وين على بالنا بالطريق قلنا له علموا على ربي عملوا على ربي وتوكلوا ان شاء الله. هيا مشاو هما شويه هكا واحد 10 دقائق ولا مابا وكانوا يجريوا هذوك يمشيوا بزاف كان معهم حراق هذا المغربي هذا مولف يدي الناس يفوتهم وهذيك الخطره بغى يفوت ديما راهو يمشيو مليح بان نشوف واحد السيد يدور صاحبي شوف شوف السيدة وحده مسكين ما عرفوش بيه شكون سمح 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 سمحوا فيه سمح فيه المغربي هذا بعد اللي كان اللي جا عندنا بعد تلاقينا قصته قصة هو اللي جاب له الدخان مسكين من البلاد هذا جزائري قسمتيني المهم تحياتنا ليه ان شاء الله يكون بخير انا نهضر مع في فرنسا مازال انا كونتاكت معاه. هيا قلنا راني حوس على جماعة منا ما شفتوش جماعة قلنا له فاتوا جماعة مسحوا راح تلقاهم قال له روح نحوس عليهم مسكين واحد النية مسكين قلنا واش تحوس هنا دركا تحوس تروح ربي النينا يا ترجع تسلم روحك يا تموت ياكلوك الذيابة يا قلنا له هيا تروح معنا هيا توكلنا على ربي هو جاي بصحته شوية سمين ما يمشيش تعذبنا في الطريق صاحبي يمشي قدامه انايا مع اللورا نسعف فيه غير باش ما نخليوهش عبروت سمين نعم سمين هو عبروت سمين شويه وي سمين شويه وي شيناه في الطريق هذيك 6 ايام شيناه باسكو الجبال هك الجبال كيما الحيط عندهم جبال بلغاريا كيما الحيط اليونان في الطريق خير من بلغاريا شو بلغاريا قريبه دخلنا حنا بورغاس بورغاس مشينا 5 ايام نهار السادس دخلنا لبورغاس بورغاس هذه فيها بحر وفيها لي توريست مليحه والله غير جاب ربي وقبل ما نوصل البورغاس شافنا واحد الكات كات واحد الدورة تاع الحشيشة هكا درقنا وراها قلنا لهم ماسكا وما تهدروش هو ضرب فينا الظل ولاد بغاو ينوضوا قلت لهم شتريحوا كيما راكم تحركوا مبانو تحركوا ما يشوفونا بالضو قلت لهم ريحوا كيما راكم حكمونا حكمونا ما حكموناش هو بربي ان شاء الله مش ما يحكمونا باسكو عندي سيستم تاع انا من الدوار نعرف شويه الحوايج هذو قلت ما تحركوش كلمه لا يا اخي ريحوا ضربوا الضو واحد 5 دقائق وهما قاعدين ما نبقى واحد 3 دقائق ولا ويخافوا شويه هما كان جا معاهم الكلب نقول لك راه يطلقوا الكلب بس مادام ما معهمش الكلب يخافوا ما يقدروش يونجاجيو الظلمه زعما هيا راحوا ربي الحمد لله ربي ونعاودوا ونعطيوها مشي قالت لنا واحد مشينا قداه المهم رانا حاسبين عطاها لنا بالوقت لازم نمشي ونوصلوا جوه 3 تاع الصباح ولا 4 تاع الصباح البورغاز الفيلاج وبالضبط بالضبط جبنا سوا سوا بصح واش راح نقول لك تاع عيبوت ماشي تاع عيبوت تاع صباط ما حاجه ما تحكم في الطريق هذيك ومع الشتاء رحنا في الصيف والشتاء مديره حاله هيا وصلنا دخلنا الفيلاج درنا تبيشة شابة شابة ودخلنا شغل دي سبورتيف واحد مرة واحد واحد مرة واحد صحة فطورك واحد مرة واحد نخليو بيناتنا 200-300 متر غير نشوفو بعضنا من بعيد هيا والله غير وصلنا قدام لاكار تاع التران ريحنا شوية الصباح احنا كلينا الصباح حوسنا على لقينا واحد البيتزيريا محلوله ضربنا واحد البيتزا عندهم بيتزا خشينه ماشي كيما تاعنا رقيقه بيتزا خشينه ضربنا زوج حبات قتلنا الجوع قتلنا الجوع قتلنا الجوع ما ناش ناكلو خلاص شينا بك مهما تهز الماكله ما تكفيش وشغل تهز بزاف راح تضيع كتافك وتعبك بزاف وكنا تما ما عندناش دراهم بزاف زعما 20 غير دي ساكودو صغار هكا برك
هيا يا اخي ربي سهل جوايه 11 ولا بكين الله قرب الواحد ريزيرفينا. انا ريزيرفيت زوج بلايص وقسمتيني هذاك ريزيرفا بلاصه ديريكت ل كيف يسميو العاصمه تاع بلغاريا صوفيا. هيا رحنا للبحر وريحنا بوجينا من البلاصه هيك البحر مش بعيد مام با كيلو ولا. ريحنا الوحدة ونص ترى يمشي على الزوج الوحدة ونص جينا. هيا دخلنا معاهم الغاشي معمره غاشي بيا خلاص ركبنا فترة الله ربي يعني مداربينا خمس سوايع جا الكونترول عطيناه لي بيا خلاص ما كان والو. حتى دخلنا صوفيا بتنا ثم بيتين دولا ونلقاو كشما نكريو بلاصة رخيصة شوية ما لقيناش. لقينا السوار هذوك يا اخي السوار هذوك ما هضروش عليهم خاوتنا ربي يسمح لهم ما فيهمش ريحة الرجولة. بيتنا دور وبيتنا في واحد الجردة هكا في ثلاثة رقدنا في على كرسي واحد شوية هكا ويجاو لا بوليس بلون باتريك بنادم هذا راقد ومن بعد ناضو لهم ثلاثة. واش هاكم ديروا هنا منا من هيه نلقاو عندنا كيف يسميو هذاك يا ربي الشب اللي نديروه للرجلين باش ما ينشفوا من العرق والاخر باش ما يفزوش رجلينا من المشيه بزاف صح. يبان لهم كوكايين طيشوه لنا كوكايين وي طيشوه لنا. هيا وخي تلقونا ما هدروش معنا مساكن قالوا قلنا لهم الصباح راح نخرجوا ما نقعدوش هنايا في صوفيا. الصباح كيف حكمنا ترى خرجنا الحدود تاع صربيا والله ما شفيت البلاج هذاك كيف يسميوه يا ربي الحدود. واش نديرو غلطه صغيره لاري تاع ترى كاين اري ننزلو فيه نزلنا مازال باين لنا اري نفس لاري مكتوب لنا القدام ما حط لي قاري فيها ترى هذيك ما يركبوش فيها هذيك شغل روح باش يعاود يدير دوميتور وثم يقاري وين يقاري عند الحدادة. عاودنا ركبنا نجري قلت له موش هو لاري يا نسيم أي نركبو نزيدو نقدمو. احنا ركبنا شوية هكا جانا الكونترول قلنا الدراهم باش نخليكم نطلقكم. قلنا له طلقنا هنا برك قسمتين هذاك باغي يعطيه ما تعطيه شمومنا وبينا راح يحكمونا راح يسلمونا ما فيهاش يا اخي هكذاك. وكيما كان الحال فوتونا لابوليس حكمونا بيتونا واش داروا في الباكستاني حكمهم كارثه والله غير كارثه الله لا يشوف مؤمن الله لا يشوف مؤمن صح يضحكوا عليهم ويديروا حاشاك بزاف حوايج يديروا ما ادروهم. المهم حنا يعني سلامات ما ناخذوا الراي كيما نقولوا هيه كيما يقولوا نقعد اسكت ما نديروش الحس ناخذوا الراي اي حكمونا عاودوا رجعونا لصوفيا رجعونا حتى الخرملي هذه قريبه ثاني للترك. حنا قلنا راح يرجعونا هو غير حبس كامب مغلق ضربنا فيه 20 يوم 25 يوم زادوا لنا 5 ايام تاع الكورونا هذيك يكذبوا علينا. المهم فات كل شيء عاودنا طلعنا للحدود عاودنا بدلنا الطريق كيف في ثلاثه وزدنا واحد معنا مغربي تلاقينا دوك المغاربه دوك اللي سمحوا فيه حبيبنا. المهم خليناهم شويه ماكمش رجاله وتخليوا الراجل ومنا ها وصلوا ويبقى غير العيب وربحتوا غير العيب. المهم المغاربه في الطريق شويه ما يغربوا شويه راهو ماشي خاوتنا يعني ما مهما يكون خاوتنا. ايا قلت لك عاودنا ضربنا خطره هذيك صلحت لنا فوتنا صربيا دخلنا صربيا ضربنا شهر حاشاك لا ما يتشرب لا هذه يتشرب لا الدوش حاشاك تدوش الماء تاعهم منتن عذاب كبير. ضربنا زدنا شهر كنا مشومرين سنو في الدرام يوصلونا منا من يا اخي زاد وصلنا شويه مكتوب عاودنا ضربناها دخلنا يا ربي دخلنا سلوفاكيا دخلنا للنمسا اي كاينه وحده اللي نسيتها راحت لي تلمو فيها العسه بزاف والاخرى كرهتها حتى انه ما تجيش في بالي خلاص
كش ما نتفكر ونسي جامي نقولها لكم ما كانش المهم دخلنا للنمسا ضربنا شهر روبوزينا بيا الماكله بيا فور ومنا روبوزينا الدوش نظافة جبنا الدرام شرينا قش مشينا دخلنا للطليان سوفرينا ثاني باش دخلنا للطليان حكمونا ما بغاوش يخليونا نفوت ويرجعونا اوكي سهل ربي فوتنا دخلنا للطليان ريحنا من باسمانا مرضت انا يا برجلي وصلك لارني ديسكال احكينا المعاناة اللي كنت عانيها من كالنرني ديسكال اوه صافا في الطريق مرض فاني في بلغاريا حكمني شوية داروا لي الدواء شوية صافا داروا لي باري لاباس ايا دخلنا دخل جيز دخلت للطليان حبست ما قدرش نمشي ما قدرش لو يهزوني واحد منا ونتكركر معاهم هبطنا لفيرونا قلنا كش ما يجيب ربي الشفاء نرتاح واحد المغربية تحياتنا ليها مسكينه شرات لي زوج بايت دواء داتني للطبيب منا فكتني مسكينه شويه داك ريح تما ما كانش شهرين وانا نبكي ما كانش الراحه ما كانش ربي يحفظك صحه فطور كوي ايا من تما ندعي ربي ونبكي ندعي ربي ونشاهد ونستغفر ونسبح بعد كثر ما نقولش خلاص باسكو ستر لدرجه ما تصورهاش عطاوني المورفين اقوى حاجه للستر وما يدير لي والو يلا ما كانش حاجه اكثر من المورفين في الدواء اي هزيت قلت طلبت ربي ودعيت ربي قلت له نسيم صاحبي انا نمشي صاحبي كان يخدم مع واحد مغربي ما بغاش يسلك وطول عليه في الدرام قلت له انا نسيم نمشي وانت استنى صورتك يا خويا فرات انا نمشي على ربي وين جات انا يا تما اي قلت له نروح للالمان داوي نروح لجنيف نداوي في الالمان انا احسب فيها جنيف نحسب فيها في الالمان الحقيقه تقال يا اخو الحقيقه ما تدركش هيا قلت لك هزيت الترام ميلانو طلعت لميلانو من ميلانو ركبت رحت لبيرن رحت لزيوريخ نزلت عاود رحت ركبت في بيرن جيت جنيف ماش فيه جوي 12 ولا الوحده تاع الليل حطني الترام في لاكار تاع جنيف نزلت هبطت لتحت لقيت واحد الكرسي هكا تكيت فيه جوي 5 تاع الصباح جاوني لابوليس قالوا لي ممنوع ترقد هنايا قلت لهم يا راني نايض ايا انا ضربت الدوره خرجت لبرا دومونديت واحد التركي قلت له اعطيني قارو دخان نز راسي نشوف فيها سويس كوم قلت له رانا في لاسويس ولا في الالمان قال لي رانا في لاسويس ايا كملت القارو تاعي ودخلت لهم ايا وتكيت لهم فوق الكارلاج جا واحد يجري قال لي واش قلت له جو سوي مالاد منا عيط للومبيلونس ما با زوج دقائق جاو يجري وقتلني البرد ومنا وليت نرجف وحدي المرض والبرد والماكله ما كانش جبت شويه بنان معايا من الاخر كشغل مشيت جوي 12 جبت واحد ربع حبات بنان ولا خمسه حتى الغدوة هذيك الصباح هاك تعرف الجوع بزاف يدير البرد ويدير بكل شو مع دخلت انا في الشتاء دخلت في جواه لو 22 نوفمبر 2022 وي هاي داوني لوبيتال منا ما هي طلعوا فيا الدوش كلش كاين نروح ندوش نعاود نرجع لشومبرتي المهم ضربوا لي الدواء ما كاين والو ضربوا لي الدواء ما كاين والو قالوا لي نديروا لك باراسيون سني على روحك قلت لهم نسني انا وتقطعت رجلي ولا كفا راهي صرا لينا من بعد ما نمشيش دير ما ديرش ربي سهل قلت لهم العمل على ربي عيط للدار قلت لهم انا راه ندير باراسيون وحنا نسمعوا باراسيون نحسبوا فيها حاجه كبيره ما كان والو خلاص جرح صغير خلاص ما كانش خلاص ما حتى نحرت انايا كي نعتوا لي الكاميرا وقالوا لي هاو الجرح تاعك كذبت درت لوبي راسي واحد ربع ايام ولا خمس ايام خرجوني بعثوني لهاد البلاصه بعد اللي راني راقد فيها بعثوني هنايا خرجونا على 8 تاع الصباح نهار كامل ونتدور وانا بالبيكيات ما نقدرش عاود رحت للوبيتال قلت لهم ما نقدرش انا نروح نهار كامل وانا نطيش لبرا ما نعرف شو راه ما ملقاش وين نقعد هيا بعثوني للوتيل طري بيان ضيف نلقى كلش الماكله ثم ما نخرج ما والو حتى ارتحت وهذه هي التجربه الحمد لله دركا
قولي هذوك انت اخويا هشام، اخويا قلت لك هشام وفي المولود قلت لك قاعد في الطريق هذيك انت. يا هي الطريق اللي خرجنا في جوا واقيلا ولا والله ما شفت اكزاك جوا ولا جوي، ضربنا واحد ربع شهر باش دخلنا الطليان. ربع شهر ايه وشو بالراحه ما عندناش الدراهم حتى ما علينا نحبسوا نترموا، هي واحد حكايتها شهر شهر ونص وماكسيموم توصل. اسوء حاجه صارت لك في الطريق هذيك؟ لقينا واحد متوفي. يا لطيف. ايه لقينا واحد متوفي ربي يرحمه. ديري مغربي. وما نعرف ما عرفوش عليه، بدا ياكل في حاشاك من الدود ومنا ما يبانش الاخر تاعو. جيت نصوره ما يبان، ايه في الغابه ما يبانش وجهه مليح. لا خلي فورا واسوي حاجه ثانيه موراها. ايه واش راح نديروا له؟ زدت مشينا شويه ثم في الغابه هذيك مشينا شويه سمعنا الكلب، ما سمعنا الكلب رحنا نجريو في الجري هذيك. واش ندخل؟ ندخل في البربوري هذاك الخيط السلك هذاك البربوري اللي وحده هذاك في كرشي، هو هكا وانا شغل دخلت فيه بالحاشيه وكركرني كرشي ذبح لي كرشي. السلام عليكم صباح الخير خالي، ربي ربي يستر وما جبد ليش مصارني ربي. قول لي وهذا وهذا الميت اللي لقيتوه مسكين وشنو بلاصه؟ في بلغاريا. بونسوار. سنى عليها سنى عليها. أو يسال عليك خويا عمو. نقول درجات. أو يسال عليكم. قلت لك. في بلغاريا لقيتوا انسان يكون فيه الدود. ياكل فيه الدود وي ذا وجهه الدايره. تلقاو كان شويه ثقه بلاش. والله ما يا ربي ما شفتش مليح، لقينا حاط ساكودون. اه ودي ما تقدرش يا عمر خويا مع الطريق هذيك. خليتوه. حكمتنا الرهبه ما قدرناش نقدموا ليه مامبا، ما حسبناه راقد ومن بعد كي قدمنا منه لقينا الدود ومنا. ما تقدرش تقدم لا تشوف لا حوايج لا تطمع فيه، ما تموت بالشر ما تقدرش تطمع فيه. بلاش اسمع بلاش مسكين راه ولدي يحوسوا عليه دوك. سي فري بزاف اللي ماتوا بزاف اللي ماتوا بزاف. لا محمد رسول الله ربي يرحمه بزاف وي. وهذه هي يعني واش ما ننصح حتى واحد، ما ننصح حتى واحد بالغربه هذه لا بوطي ولا تركيا. على جات الغربه هذه ما ننصح حتى واحد. والله المستعان اللي يحب الغربه ماشي ديالنا كما يقولوا، ربي يسهل على كل مؤمن ان شاء الله. وي مولود قول لي انت قلت لي كنت كان عندك كوسميتيك وكنت تصور جميله في النهار، احكي لنا. كان عندي كوسميتيك ما شاء الله، كان عندي كوسميتيك ما شاء الله. بانت كثر نخدم نوض على الخمسه سته تاع الصباح نفرمي على الثلاثه تاع الصباح. كنت ندخل زوج ملايين ونص ثلاثه في النهار. فايده فايده صافيه فايده صافيه في باتنا وي. واش دير تحرق يا خويا؟ اسكن ما عرفتش كيفاه والله ما نعرف كيفاه. اسكن راك ندمان خويا ميلود؟ ندمت شويه اليومات الاولين بيان سير تندم، ومن بعد راح نبقى نندم ما نندمش سي بون نسيت شويه. صح صح. هي البلاد اخير بلاصه بلادنا، وبلادنا فيها الدراهم اللي يعرف يخدموا منا دراهم فيها البلاد دراهم. صح صح. وكان نرجع ديك الزمن الوراء اسكت تحرق جامي. او جامي والله والله جامي. انا نشوف ماما وبابا نشوفهم انايا في التليفون الوين، وانا على بالي انا وقتها راه نخدم كوارتي، كان الناس نشوفهم انايا 15 20 سنه 30 سنه موش خادم كوارتو. احنا نطلبوا ربي اليوم قبل الغدوه. ايه ان شاء الله ربي يسمح لنا من الوالدين وفرات. اش راه عندي مكتوبه خويا لابس كل شيء في الكحل ومعاه ساكادو. احنا ثاني لقينا جو بونس وي كنا لقينا عند الشجره، لكن هذاك هو عند حاط راسه عند الشجره ومكسر رجليه. واحده واش لابس ثاني لقيناه؟ واش لابس؟ والله ما شفيت واش كان لابس، ما نكذبش عليك انا شويه ننسى شويه حوايج بزاف ننسى شويه الطريق ماشي غير هذه هي اللي ما حكيت لكم باختصار شويه برك. صح صح. حوايج بزاف ندخلنا الغابه ما تقدرش تمشي غير هك، تمشي بالمطره تنحي هك الليل كامل، وحنا نمشيو نحيو نديرو في الطريق بالشوك ومنا. والشوك هذاك اللي الشوك هذاك اللي كيف يسميوه معك كيف يسميوه يحرق لي يحرق بزاف، يقص شويه يحرق الحم تاعكي واللي ما عرف كيف هم داير. قول لي اسكو اوروبا هذه اللي شفتها اسكو اللي حكاو لك عليها والله اسكو اللي هي ما تشوفها في تيك توك؟ ما هيش هذيك هي بزاف ناس تمد في الغلط، بزاف ناس تمد في الغلط.
غلطكم بزاف ناس مد في الغلطه. اه وي بزاف ناس مد في الغلطه. انا درك انا عندي 16 شهر خدمت مام با 10 خطرات في 16 شهر. هذا 16 شهر خدمت غير في خضره مام با 10 ما عنديش بزاف خبره. من بعد كنت نخدم في النهار مع واحد الالباني لا كوسوفو دي ميناجمون نهار كامل يعطيني 50 فرنك في البلاد اللي راهو خدام برزقه. ما كان لا تبيع رزقك وتسمح في رزقك وتجي الغربة، هذه ما تستاهلش اول حاجه. ثاني حاجه باش تخلي اللي في البلاد وتجي هنا تقول ريكيبيري صعيبه شويه، غير اللي ما على باليش انايا كفاه، غير اللي جاتو هكا اوكازيون ما عرف كيفاه سهلت له بالك. هو كاين الناس هو كاين مثل اللي يقولوا ما تطلقش اللي في يديك وتبع ما في الغار. فوالا اللي عنده رزقه وخدام والله غير خدام مع قدام والديك احسن واحسن. انت كنت خدام لاباس عليك تدي تتمنين الشلال النهار. والله غير كنت لاباس الحمد لله. والديك دائما يعني الانسان يعميه ربي يروح في امورات كارثه. معليش كي يجي الضبابه هذيك واعره بزاف ما يثبتش روحه صعيبه. نورمال معليش ان شاء الله خويا ترجع للبلاد باذن الله. ان شاء الله ربي يفرج ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله معليش انسان الله. نورمال تجربه ابتلاء. الغربه هذا ابتلاء اخويا ميلود. يقولوا واحد جارنا يقول لي انت يا ميلود، يقول لي اللي دعاك ومات يقصر معايا، يقول لي اللي دعاك انت يا مات يقول لي باش يسمح لك لازم تحوس عليه. يقول لي مصحى ومات درك دبر راسك معك فراح صرالك نقصر برك زعما يقصر برك. ان شاء الله ربي يفرج على جميع واحد قسما بالله. امين يا ربي اجمعين. يا شوف هي الغربه اخويا ميلود، غربه تخرج على واحد يتيم ما عنده لا ام لا اب ما عنده ولد في البيت ما عنده ما يخسر. يجي يدبر راسها يجي يربح ولا يخسر. انا نورمال الربح والخساره عنده نورمال سي فري. واحد وليد فاميليا وزوالي ووالديه اللي هما ما عنده ما يدير بالغربه. والله هذه ربي يسهلها على كل مؤمن يا ربي.